مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. أن تكون عرضة للاختطاف وأنت تسير في الشارع منزوع الشعور بالأمان، فهذا يعني أنك في مدينة وقعت في قبضة ميليشيا الحوثي والمخلوع. وأن تتعرض للإهانة والتعذيب والاستجواب والمواجهة بتهم لا تعرف عنها شيئا، فهذا يعني أنك في مدينة تحكمها الميليشيا. وأن تصبح حياتك مهددة بالنهاية وأنت في مفتتح العمر وزهرة الشباب، فهذا يعني أنك واقع في قبضة عصابة تابعة للميليشيا. الميليشيا التي تخلص العالم من حكمها وعصاباتها وشرورها، ولكنها وجدت في بلادنا مرتعا خصبا تمارس فيه الفساد والإفساد وتلون المستقبل بألوان الحزن. مشاهدينا، أحداث قضيتنا في هذه الحلقة شهدتها ليلة من ليالي ذمار الكئيبة، ليلة عاش فيها الصحفي محمد الواشعي ساعات كان يظنها اللحظات الأخيرة من حياته، لكنه على عكس أمثاله من الصحفيين المختطفين نجا من الموت. ليحكي لنا تفاصيل قصته، نتابع ثم نعود. خافوا من الله، احنا كلنا يمنيين، كلنا مسلمين، احنا اخوان، انا اشدكم الله. لم تأبه ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية بهذا النداء الكثير، داست بهذا الحذاء على ما تبقى من أمل في التزامها بالقيم والأخلاق. واصلوا بلا هوادث دأبهم في انتهاك الحقوق والحريات واقتراف جرائم الخطف والتعذيب. كان الصحفيون ولا يزالون هدفا للميليشيا، ولا يزال 15 صحفيا رهن التغييب والتعذيب والتنكيل. كتب لهذا الصحفي الشاب عمر جديد بعد أن نجا من محنة مريرة ذاق فيها معاناة الاختطاف والتعذيب. تعرضت للاختطاف في 3 أكتوبر 2015 عندما كنت في الطريق إلى المنزل من قبل أحد المسلحين. اعترض طريقي وأخذني تحت تهديد السلاح إلى قسم شرطة الوحدة في مدينة ذمار. هناك وضعوني في زنزانة، وبعد 3 ساعات من دخولي خضعت لأول جلسة تحقيق. واجه محمد الواشعي التهم نفسها التي توجهها الميليشيا لكل زملائه من العاملين في المجال الصحفي، تهم معلبة جاهزة مخصصة لفئة الإعلاميين تكرس الحقد الميليشاوي على المهنة الأكثر خطرا على ميليشيا تعتمد على الدعاية المضللة وسيلة أساسية لبناء وعي جمهورها، وتعتبر الصحفي المستقل خطرا يفوق خطر البندقية. كانت أول جلسة تحقيق وجهوا لي اتهامات يعني بخيانة الوطن، بأني داعشي، بإرسال مقاتلين، وبتشويه ثورة 21 سبتمبر ومعاداتها والكتابة ضدها عبر الصحف وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبتأييد شرعية الرئيس هادي ومناهضة الإنقلاب وغيرها من الاتهامات. صبت عناصر الميليشيا جام غضبها على جسد محمد النحيل، ومارسوا بحقه أشكالا من التعذيب النفسي، إرهاب معنوي شعر معه ألا أمل له في النجاة. بعد أن انتهى التحقيق عادوني إلى الزنزانة، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل جاء الشاوش وأخرجني من الزنزانة معصوب العينين، ونقلوني على متن سيارة لسيارة نجدة، دورية نجدة، إلى خارج مدينة ذمار. قالوا انت الان في جبل هران. كنت مع صبر العين مش عارف وين. قالوا انت الان في جبل هران، حث قتل اصحابك وزملائك عبد الله قابل ويوسف العيزري، انت الان حيث قتل وباتقتل حيث قتلوا. كان التهديد بانه سيلاقي مصير الشهيدين قابل والعيزري اعتراف صريح بقصد التصفيه لضحايا جريمه هران. أعادوا إلى الزنزانة، يمكن تقريبا الساعة 2 بعد ساعة من التعذيب والضرب والتعذيب النفسي. أعادوني إلى الزنزانة تقريبا الساعة 2 في الليل قبل الفجر،
وخلاص بعدين شاع خبر اختطافي وعرفوا الناس مكاني، فجاءت وساطات قبلية من مشايخ الحدا وتدخلوا وتلقوا وعود أن يتم الإفراج عني في نفس الليلة مساء اليوم التالي. في المساء طلبوني إلى مكتب التحقيقات وأخذوا مني تعهد إني ما عاد أكتب ضدهم في الصحافة، ما عاد أتطرق إليهم، إني ما عاد أتدخل في العمل السياسي. كتبت اللي طلبوه مني. أطلقت الميليشيا سراح محمد. مرت ساعات الاعتقال كالسنوات عليه، وشعر أثناء خروجه وكأن حياة جديدة كتبت له، لكن سرعان ما تحطم هذا الأمل. خرجوني، أخذ يعني مسك بيدي أحد العساكر حقهم المسلحين لبوابة القسم، وكان في هناك نجدة يمكن هي اللي أخذتني نفس الليلة السابقة، قال لي اركب هذا النجدة على أساس أوصلك يوصلك للبيت، لأن عليك تحت مسؤوليتنا، أنت تحت مسؤوليتنا، ضروري نوصلك للبيت. قلت والله تمام، يعني مهتمين. ركبت السيارة، كان في سواق السيارة واحد صاحبي للأسف سواق السيارة، لكنه من السلالة. ركبت السيارة أنا والسواق وحدنا، مشينا لا منتصف الطريق، قال خلاص أنت هنزل هنا روح البيت، وأنا مشغول شوية، اركب لك أي حاجة روح البيت. نزلت أدور لي أي وسيلة نقل توصلني للبيت، كانت الساعة 10 مساء تقريبا. وأنا يعني ما فيش دقيقة من لما نزلت من النجدة إلا في سيارة ثانية هيلوكس غمارتين بيضاء تقريبا 2011 متوجهة نحوي بسرعة كبيرة، يعني يحاول يدهسني. هربت شوية، وقفت السيارة قدامي، نزلوا منها اثنين مسلحين، كان عليها أربعة أشخاص ملثمين، نزلوا منها اثنين. وعصبوا عيوني وأخذوا كل اللي في جيبي ووضعوني في السيارة. عاش المسكين معاناة رهيبة. أرادت الميليشيا خلط الأوراق وتمويه الغرماء. مشت السيارة، مشت، قلت يمكن تعز، يمكن صعطة، يمكن يضحوني في موقع عسكري، خلاص أرد الشهادتين وأقرأ القرآن، أنا في حال. مشت، وصلوني بعد ما مشت السيارة يمكن نص ساعة، توقف فجأة، حسيت بالسيارة مشت طرق وعرة، خرجت من الأسفلت ومشت طرق ترابية. بعد نص ساعة توقفت السيارة ونزلوني منها وقالوا ماذا اعترفت للروافض، يعني على أنهم داعش، ماذا اعترفت للروافض في القسم؟ أش قلت لهم؟ وبدأوا ضربي، أربع أشخاص ضربوني استخدموا الأسلاك الكهربائية والهراوات، والضرب لمدة نص ساعة متواصلة حتى كسروا رجلي وكسرت يدي وتحقن دم في كل أنحاء جسمي، ثم تركوني في الوادي، في وادي مظلم، كانت الساعة تقريبا 12 في الليل أو 1 في الليل، تركوني في وادي مظلم وراحوا. يا لقسوة المشاعر التي عاشها محمد بعد أن تركته الميليشيا على تلك الحال المزرية والمؤلمة. تضاءلت آماله في النجاة، لكنه بعزيمة القوي وأصرار الثائر حاول الانتصار على الألم. بعد ما غادروا قمت أمشي على رجلي، اكتشفت إن قدي مكسورة خلاص، فاضطريت للحبل تقريبا ساعة كاملة، الحبل لين وصلت لبيت
في وسط الوادي. لم تكن نجاته بالسهولة التي قد يتصورها البعض، فقد مر بحالة لا تستطيع الكلمات وصفها. وصلت البيت هذا اللي وسط الوادي، دقيت عليهم قلت لهم جيبوا لي ما أشرب. وصلت البيت اللي وسط الوادي، رجمت لهم بحجار، كنت جالس، رجمت لهم بحجار، فتحوا وقلت طلبت منهم ماء بعد ساعة من الحب، وأعطوني ماء. قلت لهم استفسرت منهم عن المكان اللي أنا موجود فيه، قالوا أنت الآن في 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 وادي يفاع. قلت طلبت منهم يتصلوا بأحد أقربائي على أساس يجي يأخذني من هذاك المكان. اتصلوا بأحد أقربائي، جاء وأخذني تقريبا الساعة 3 فجرا. يستذكر محمد كل تفاصيل المعاناة التي عاشها في سجون الميليشيا، يتحسس جسده حين يتحدث وكأنه يستشعر سياطهم، فيتوقف فجأة عن الحديث ثم يسترسل. وهذا سبب بسيط، أني صحفي كاتب، أنتقد الأخطاء يعني كانت ليلة قاسية ومؤلمة جدا، وهؤلاء ليس عندهم أخلاق ولا قيم ولا يعني رحمة، ولا تخلوا عن 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 كل الأعراف والقيم. قصة الصحفي محمد الواشعي أنموذج لعشرات غيره من الصحفيين واجهوا وعايشوا المعاناة ذاتها في سجون الميليشيا. أبرياء اختطفوا ولا يزالون قيد الاختطاف، تنقلهم الميليشيا بين السجون، تخفيهم تارة وتظهرهم تارة أخرى، وتتوالى الشهور والوقفات والاستغاثات، ولا تبالي الميليشيا بأية مشاعر، فما الذي يعنيه أن يعبر المظلوم لجلاده عن شعوره بالألم؟ هؤلاء أبناء اليمن، هؤلاء أبناء المختطفين، أين آبائهم؟ أطلقوا سراحهم، أطلقوا سراحهم. نجا محمد من محنة الاختطاف والتعذيب، واندملت جروح جسده، لكنه لا يدري كم يحتاج من الوقت والإنصاف حتى تندمل جروح نفسه. نعم نجا محمد، لكن زملاء آخرين له لا يزالون يعانون من آلام التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، مختطفون يتعرضون للتعذيب، وضع بعضهم كدروع بشرية في مخازن السلاح، كما أن الاختطاف ليس الجريمة الوحيدة التي يتعرض لها الإعلاميون المستقلون على وجه التحديد، فهم ضحايا لكثير من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والمخلوع بوعي كامل وإدراك لبشاعة ما تفعل، وبتوجيهات مباشرة سمعناها في خطابات زعيم عصاباتهم، ورأينا آثارها دماء وجثثا وأحزانا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالصحفي محمد الواشعي الذي عرضنا جزءا من قضيته قبل قليل، والصحفي حسين الصوفي رئيس منظمة صدى للإعلاميين اليمنيين. لا تذهبوا بعيدا. أنا أقول أن المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر الهاتف من مدينة مأرب الزميل محمد الواشعي. مرحبا محمد وحمدا لله على سلامتك. الله يسلمك ويعافيك أخي، وشكرا جزيلا. عافاك الله.
بودنا أن نسأل، بعد تعرضك للاختطاف ونجاتك منه، هل سجلت شكوى أمام جهة ضبط قضائي، قسم شرطة مثلا أو ما شابه؟ شكرا جزيلا لقناة بلقيس على هذه اللفتة. وفي البداية تعلم أخي أن مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية والنيابات وأقسام الشرطة في محافظة ذمار تخضع لسلطة الميليشيات الإنقلابية. نعم. لذلك لم أتمكن من التوجه إلى أي جهة لتقديم بلاغ أو شكوى عن ما تعرضت له من اختطاف وتعذيب وحشي. وبعد أن أفرجت عني عناصر الميليشيات وتركوني أواجه الموت، اضطريت لمغادرة مدينة ذمار أنا وعائلتي وأسرتي وأطفالي، وانتقلنا إلى مستبراتي في قبيلة الحدا واستيقظنا هناك حتى تماثلت للشفاء. نعم. وخلال مرضي خضعت العلاج التقليدي المعروف في تجبير الكسور، ولم أخضع لرعاية طبية إطلاقا إلا في محافظة مارب. نعم. الحمد لله على سلامتك على كل حال. هل حاولت وأنت في مأرب أن تبحث عن أي من مؤسسات الدولة العاملة في المجال القضائي يعني لتقديم بلاغ رسمي؟ نعم، في محافظة مأرب التقيت الكثير من الناشطين والكثير من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وطرحت عليهم قضيتي والأدلة التي تثبت تورط الميليشيات. نعم. في تعذيبي وفي ممارسة التعذيب النفسي والجسدي في حقي وبالوثائق والأدلة التي تثبت ذلك، وقد يعني التقيت باللجنة الوطنية ومنظمات كثيرة وقضيتي موثقة لديهم. اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. نعم، هي كانت هنا في محافظة مأرب قبل أيام والتقينا بهم ووضعت قضيتي عليهم. نعم. وقدمت شكوى. ماذا عن نقابة الصحفيين؟ هل تواصلت معك أو أي من المنظمات المهتمة بالحقوق والحريات الصحفية؟ منظمة نقابة الصحفيين أدانت الاختطاف فقط ولم يتواصل معي بعدها أحد، وأيضا منظمات أخرى وثقت الحادثة وخلص وانتهت القضية. نعم. ماذا عن وضعك الصحي الآن؟ هل لازلت تعاني من بعض الآثار نتيجة ما تعرضت له أثناء اختطافك؟ نعم الحمد لله على كل حال صحتي الآن أفضل، ولكن ما زلت أعاني من صعوبة في المشي وآلام في عظمة القدم، لأني كما ممكن لا تعلم هذا أني معاك منذ الطفولة. أنت تعاني من إعاقة يعني خلقية قبل أن تصاب في الاختطاف؟ نعم أعاني من إعاقة في القدم اليمنى. نعم. إعاقة حركية. نعم. وعندما تعرضت للتعذيب قاموا بضربها، ضرب قدمي اليمنى المعاقة. تعمدوا إيذائك في مكان إعاقتك الخلقية يعني؟ أيوة في القدم المعاقة هشموا عظمة الساق، والآن يعني لا زالت الآلام مستمرة وأمشي بصعوبة كبيرة وما زلت أحتاج للعلاج. عافاك الله. هل تلقيت العلاج على حسابك الشخصي أم هناك جهة تكفلت ببعض منه؟ طبعا العلاج كان على حسابك الخاص. على حسابك الخاص. نعم، ضحايا يعني ما هو كائن في البلاد الآن؟ لا على الإطلاق لما تلقى أي شيء، حتى مذكرة للعلاج أو أي مساعدة لما تلقى أي شيء إطلاقا. هل لازلت تمارس عملك الصحفي أم توقفت بعد هذه الحادثة أنت بصراحة يعني؟ أكيد عدت له بقوة أشرت من أستاذك. لم يعني تفوت في عضدك هذه الحادثة أو تحاول أن تخفف من نشاطك ومن مهمتك الصحفية في متابعة ما يحدث في البلاد؟ أبداً عدت أقوى من السابق.
وأنشط من السابق وأصبحت أراسل صحف دولية. إذا شكرا جزيلا. مستمرين ومناضلين حتى تنتهي هذه الميليشيات بإذن الله. شكرا جزيلا لك الزميل محمد الواشعي، كنت معنا من مأرب. وينضم إلينا أيضا من مدينة مأرب الزميل الصحفي حسين الصوفي، رئيس منظمة صدى الوطنية للإعلاميين اليمنيين. مرحبا بكم أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله، شكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا. لا أدري هل نطقت اسم المنظمة بشكل صحيح أم أن الـ يعني خانتني العبارة. عموما مرحبا بك وتفضل. لا شكرا لك، المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى اختصارا. إذا جميل. وأنت صحفي وفي الوقت ذاته ناشط حقوقي مهتم بالدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات الإعلامية، كيف تقيم ما يعانيه الصحفيون اليوم؟ شكرا جزيلا لكم قناة بلقيس والتي هي الآن في إسطنبول، وهذا مثل القنوات اليمنية التي هاجرت صنعاء وغادرتها قسرا. نعم. هذا نموذج للإعلام اليمني اليوم، أنه أصبح الإعلام إما مهجر أو مختفي أو مختفي بصريا أو مختطف أو شهيد أو جريح. يعني في الفكرة العالمية للصحافة العالمية احتفلنا أو حاولنا أن نحتفل لكننا لم نجد ما يدعو للاحتفال، فكان زملاؤنا إما شهداء أو مختطفين أو جرحى أو مهاجرين أو نازحين. هذا وضع الصحافة في ظل هذه الميليشيا العبثية. نعم. كم عدد الصحفيين المتضررين من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الميليشيا بحقهم نتيجة قيامهم بمهامهم وبعملهم المهني الصحفي؟ هل لديكم أي إحصائيات؟ نستطيع أن نقول أن كل الصحفيين تعرضوا للانتهاكات، يعني كل الصحفيين سواء من كانوا في ضمن كشوفات النقابة الصحفيين أو من لم يستطيعوا الالتحاق بكشوفات النقابة، كل الصحفيين على الإطلاق، كل منظومة العمل الصحفي والإعلامي على الإطلاق تعرضت للضرر المباشر، لأنها كانت هي الجبهة الأولى التي استهدفتها هذه الميليشيا العبثية الانقلابية التي استهدفت الصحفيين والإعلاميين في المقام الأول بحسب خطابات المخلوع وخطابات أيضا عبد الملك الحوثي. لكن لدينا أكثر من 17 صحفي مختطف خلف القضبان، بعضهم مضى على اختطافه سنة وشهر، ومنهم الآن 10 مضربين عن الطعام منذ 60 يوما وأكثر. نعم. لدينا 6 شهداء من الإعلاميين من الصحفيين في خلال النصف الأول من 2016، و10 شهداء في العام الماضي 2015. نعم. إضافة إلى مجموعة من الزملاء الجرحى، ومثل حالة الزميل محمد الواشعي الذي تحدث قبل قليل، وغيرهم من الزملاء الذين تعرضوا للتهجير مثل أول الفصل التعسفي، مثل الزملاء الذي تم فصلهم من صحيفة الثورة أكثر من 33 صحفي، مثل الذين وكالة سبا أيضا أعمالهم من من وكالة سبا. نعم. والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الصحفيين الذين كانوا في مؤسسات حكومية أو في وزارة العدل، هناك زملاء اشتكوا لنا من أن تم فصلهم وتوقيف رواتبهم. هناك زملاء كانوا ملتحقين بوزارة التربية أيضا تم فصلهم وتوقيف رواتبهم. كل الزملاء الذين يعملون في العمل في المجال الصحفي والإعلامي تم توقيف رواتبهم بالإجمال. إذن هذه المهنة أصبحت محرمة في زمن الميليشيا ومقتصرة على أتباع هذه الميليشيا السلالية وأيضا المخلوع. ماذا عن وسائل الإعلام؟ كم عدد الوسائل التي تعرضت كمؤسسات للانتهاكات؟ هل لديكم إحصائيات؟ نعم، هناك تقارير نشرت ونحن أيضا نعد لإصدار تقرير مجمل بكل ما تعرضت له الوسائل الإعلامية. نحن تحدثنا عن أن المنظومة الصحفية كلها تعرضت للحرب المباشر، منها استهداف حياة الصحفي إلى فصله من عمله إلى ملاحقة وإيقاف الوسيلة التي يعمل معها. الوسائل الإعلامية كلها الآن موقفة عن صنعاء، سواء كانت قنوات، وأنا أتحدث عن أن بلقيس طاقمها ومكتبها خارج اليمن الآن. لدينا مكان، لدينا على أرض الوطن أيضا طاقم وينتشرون على خارطة واسعة من البلاد. نعم.
بالتأكيد بالتأكيد سيظل، وهذا دور الصحفي اليمني أنه اليوم هو يواجه ويحارب ويقاتل. نعم. يعني أكثر من ونحن عائدون إن شاء الله وفي القريب العاجل. نعم. بحول الله وستعود البلاد بإذن الله تعالى، وهذا أمر. نعم. جميعا. نعم تفضل. نعم، نتحدث عن الوسائل الإعلامية، أن الآن كلها الآن سواء كانت إذاعات أو قنوات أو وكالات أنباء كلها تم إغلاق مكاتبها في صنعاء. صحيح. حتى نقابة الصحفيين نفسها تم إغلاق النقابة ومقر النقابة وإغلاقها بالشمع الأحمر للأسف. نعم، نلاحظ ارتفاع عدد الضحايا لعمليات استهداف الصحفيين خاصة في الميدان، ألا يدل ذلك أو ينم عن ضعف في التعامل مع أدوات و نصائح السلامة المهنية التي يفترض أن يتعامل معها الصحفيون في الميدان؟ يعني هناك نوع من المغامرة، هل تتفقون مع ما يقوم به بعض الزملاء من يعني تلك الجرأة في أثناء التغطية الميدانية؟ هي نعم، هناك ما نستطيع أن نسميه، ما أشرت إليه أنها مغامرة، وهي رسالة لزملائنا في كل الجبهات خاصة المراسلين الذين يعملون في تغطية الحروب، ننصح كل زملائنا إلى الاحتياط وإلى أخذ كل وسائل السلامة، لأنه في النهاية أنت تقاتل بالكلمة، تقاتل بالصورة، تقاتل بالخبر، فلا تعرض حياتك للخطر، وهذه مسؤولية وأمانة تتحملها أنت كصحفي، أن تحرص على نقل ما عليك. يعني أنت الثغرة التي تغطيها هي الصورة والكلمة والخبر، فلا تعرض جسدك للخطر لحياتك للموت. لكن ما الذين استشهدوا من زملائنا تم استهدافهم بقنص مباشر، أي أن الميليشيا تعمل على استهداف الصحفي، كل من لديه كاميرا ربما هم يستهدفونه بالدرجة الأولى، وكل الوقائع مثلا كما رصدنا الحالات التي الزميل أحمد الشيباني، الزميل محمد اليمني، الزميل عبد الله عزيزان، الزميل في جبهة حرب استشهد أخيرا في حرب. نعم كلهم استهدفوا قنصا، حتى الزميل عبد الله ابو سعد كان لطف قوي، ولولا انه يعني في اللحظات الحمد لله على سلامته يوطي راسه لكان كاد ان يقتل، يعني كلها قنص مباشر. الحمد لله على سلامتهم وسلامه جميع زملائنا العاملين في الميدان، الحاملين للكاميرا ومشاعل الحقيقه، والباحثين عن الخبر من مصادره بين الغبار والبارود. أنتم أستاذ حسين كمنظمة متخصصة، ما هو دوركم في هذا الجانب، الجانب التوعوي تحديدا؟ هل قمتم بأي أنشطة توعوية أو استطعتم القيام بهذا الدور إلى حد ما الآن في أثناء ما هو قائم في الميدان؟ لدينا إعداد قريب بإذن الله تعالى سنعقد دورة في هذا الجانب، وكنا قد تواصلنا مع بعض الجهات لرعاية مثل هذه الدورة خاصة للصحفيين على خط النار. نعم. نسعى بإذن الله تعالى قريبا أن ننجز هذه الدورة التدريبية، ونعد بعض الإرشادات حتى يتم توزيعها على جميع الزملاء، وهي متاحة ومتوفرة طبعا، يستطيع أي صحفي أن يقرأها من وسائل من الإنترنت بسهولة، لكن نحن كمنظمة نسعى إلى عقد مثل هذه الدورات التي يعني ترشد الصحفي والمراسل الحربي إلى الاهتمام والحفاظ على وسائل السلامة أثناء تغطية الحروب. نعم، غير أن ما يحدث الآن أخي حسين هو أن هناك العديد من، يعني نحن الآن أصبحنا في زمن المواطن الصحفي، وبالتالي ينضم للعمل الصحفي عديد من الشباب لم يكن لديهم سابق خبرة، وبالتالي هم محتاجون، وأؤكد لك ولكل المنظمات العاملة في مجال الحقوق والحريات الإعلامية والمهتمة بسلامة العمل العاملين في الحقل الصحفي أنهم محتاجون لتكرار أي مواد إعلامية توعوية عن أبجديات السلامة أثناء تغطية الحروب والصراعات. الزميل حسين الصوفي رئيس منظمة صدى للإعلاميين اليمنيين، كنت معنا من مدينة مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم متابعة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. محمد الواشعي تم الرصد، في أمان الله.